السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحه وفي احسن حال. احنا النهارده موجودين عند معرض ابو شهد للاجهزه الكهربائيه فرز تاني، ما شاء الله عنده تشكيل حلو قوي. النهارده جايب تشكيل جديد، عندنا الفرن البلت ان موجوده معانا، وعندنا شاشات سامسونج 43 بوصه و 32 بوصه اهو ما شاء الله، اللي هي الشاشه الاتش دي اهو. عايزه اقول لكم عندنا كمان الرفاهيه بتاعه المطبخ بقى، الخلاطات واللي هي بتاعه الناموس والكتل والبوتاجاز المسطح والفران اللي بتاعه الخبز، وعندنا كمان مطابخ حموله. طبعا دي حاجات بتبقى موجوده، لكن انت لو عايزه تعملي مطبخ حموله عندنا طبعا، واحلى مطبخ بتتعمل عند ابو شهد ما شاء الله، اللي هو الالوميتال او الخشب ما شاء الله تحفه. طبعا عندنا غسالات، وكمان عندنا غساله اطباق اهي، غسالات اطباق وغسالات اوتوماتيك، وفي كمان غسالات فوق اوتوماتيك برضو هنشوفها. عندنا تشكيل البوتاجازات، بصوا البوتاجازات المسطحه والشغل بتاعنا ما شاء الله ما شاء الله. ابو شهد النهارده عاملين لنا تشكيل عظمه. عندنا طبعا تشكيل دي فريزر وتشكيل ثلاجات وما شاء الله الحاجات بتاعه العرض دي كمان، الناس اللي عايزين يفتحوا مشروع فعندنا برضو تشكيل حلو قوي. عندنا الفران الكهرباء، عندنا محضر الطعام مور، وعندنا اللي هو البراون، بس طبعا البراون ده صيني. عندنا تشكيل حلو قوي، عندنا مراوح سقف، عندنا كمان المبرد ده حلو قوي، ده بالحافظه او بتلاجه، لا ده ليه تلاجه اهو من تحت. تمام، عندنا برده الافران بتاعتنا، عندنا تشكيل حلو قوي فيها اهو، وعندنا عجان مور. بصوا عندنا تشكيله روعه النهارده من الافران، عندنا الشغل ده كده، ولسه في شغل في ظهري طبعا، هو ظهره ليا اهو، هصوره لكم برده بالتفصيل، وهنصور لكم الدنيا وهي شغاله، وهنعمل لكم احلى شغل النهارده. كملوا معايا الفيديو للاخر، لان الفيديو فعلا مميز جدا من العيار التقيل. يا ريت اللي مش مشترك في القناه يشترك ويفعل الجرس ويعمل لايك عشان يوصله كل الاشعارات بالفيديوهات الجديده. صباح الفل، ازيك يا ابو شهد؟ نورتينا، تسلم، الله يخليك. انا شايفه ما شاء الله النهارده في شغل كتير حلو وجديد، توسع كل حاجه ان شاء الله. كميات واسعار جمله بالافران خاصه، يعني اسعار مساعد المصنع ما شاء الله. تمام، بسم الله ما شاء الله، زي ما احنا متعودين منك يا ابو شهد. بس خلينا نقول للناس الاول احنا هنا فين؟ محافظه الالويه، مركز وطريق شمال القناطر، محطه الزاويه. تمام، واحنا عندنا شحن. تمام، عندنا شحن اهو، ورقم التليفون 010-140-188-66. تمام، كل الشغل اللي هنا فرز تاني، فرز تاني وفرز اول، وفرز اول. الحاجات دي عليها ضمان عشان بنتسال بعد كده في التعليقات، عليها ضمان كل الشغل. متابعين بقى اللي عندك اللي بياخدوا مني. ايوه تمام، ان شاء الله الحمد لله. طيب الضمان بيبقى قد ايه، سنه ولا اكتر؟ الفرز الثاني بينزل عليه ضمان سنه. سنه، في ضمان سنه بينزل من الشركه، وضمان سنه من المعرض، اللي هو على الفاتوره في خصم المعرض بكتب له ضمان سنه. تمام تمام، طيب نبدا بقى ونقول بسم الله ونبدا الفيديو بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. 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 ده المسطح ده، شاشه ديجيتال. بسم الله ما شاء الله، حوامل ما بتظهرش، حوامل طبعا باين ما شاء الله. ده اللي هو الازاز من هنا. تمام، كمان كان اشعال ذاتي، والفونيه باينه قدامنا اهو برده، غرف مغلقه. ما شاء الله. تمام، والحوامل حوامل ظهرت فيه برده باينه، بس ما شاء الله البوتاجاز ده عظمه، انا بحبه بصراحه، حلو قوي. ده شيف شربيني. الشيف شربيني، ايوه. بص بقى ما شاء الله، احلى عزايم بتعمليها فيه بجد، محترم جدا. مروحه توزيع الحراره، في مروحه هنا برده اللي هي بتبرد على السقف بتاع البوتاجاز نفسه. تمام، حلو قوي ده. تمام، بسم الله ما شاء الله. وكل ده طبعا بيتفك وتغسل وتركب بسهوله، حتى الازازه بيتفك ويتركب. الله، حلو قوي، تسلم يا ابو شهد. ده بقى بكام؟ ده عامل 4500، وكله يخش اشوف سعره على النت عامل كام، عامل 7900. لا احنا عارفين ان انت اسعارك مميزه يا ابو شهد بصراحه، الحمد لله. 4500، 4500 ده فرز تاني. تمام، 4500 معاه برده الايه؟ الحافظه بتاعته دي. 4500؟ 4500 ومعاه الحافظه بتاعته. الحافظه ايه؟ 60 في 80، عشان بس اللي يطلب حاجه 60 في 80. 60 في 80. تمام، هنشوف ايه تاني؟ في حاجه تانيه بقى، لو حد عايز حاجه ضمان بقى الشركه، ضمان الشركه، ضمان 10 سنين ده ايكوك برده؟ بيكوك، بيكوك. مكتوب هنا اطول فتره ضمان، ضمان حقيقي، اطول فتره ضمان، بيكوك اهي، واعلى كفاءه. تمام، والحاجات بتاعته هنا استانلس كامل، ومن الجوانب استانلس برضه صح؟ مش محاسب. تمام، بصوا الستيكر بتاعه كل حاجه يا جماعه ما شاء الله، وده الفرن بتاعه واسع. والمروحه اهي، والضمان، ايوه كل حاجه معانا، ضمان 10 سنين بسم الله ما شاء الله، والشوايه الدواره كمان ما شاء
شاء الله حلو قوي، والمروحه جوه اهي باينه قدامنا ما شاء الله، البوتاجاز ده عظمه حلو قوي ومقاسه كبير يا جماعه. ده كام في كام؟ بقى 60 في 90. 60 في 90 ما شاء الله. طب ده بكام بقى؟ ب 3500 جنيه ما شاء الله حلو قوي. بص انا مكتوب عليه 3600 وبشهد حسابه لنا 3500. طبعا لمتابعين القناه ما تنسوش. دي بقى ابنه الصغير اللي هو مقاس 60 في 80. ده بيكوك برده بيكوك. ايوه ماركه برده عليها. اللي بيعجبني فيه تقفيله محترم قوي. البوتاجاز بسم الله ما شاء الله محمل. ده المقاس اللي يصغر عنه وحاجه بسيطه. الفرن اهو باين برده برده كل تفاصيله موجوده جوه زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله حلو قوي. ده برده 2850 بس. ده بقى 2850 بس. الله بص ده 3500 وده 2850 ما شاء الله حلو قوي قوي قوي. الشحن موجود طول ما الفيديو شغال، ارقام موجوده اسفل الشاشه للتواصل مع ابو شهد على طول. تمام. ده يبقى ده حاجه فرز تاني كوركوماكس. فرز تاني كوركوماكس. كوركوماكس ايوه 60 في 90 بس بدون مروحه. بصوا من غير مروحه او بوتاجاز زي بوتاجازاتنا العاديه. تمام. ما شاء الله 2950 بس. 2950 وبرده الفرن بتاعه هو الجريلا الدوارة وكل تفاصيلنا موجوده اهي. الجريلا الدوارة اهي بس حلوه ما شاء الله. بتاع الفرن بتاع الشوايه ما شاء الله. فرز تاني لغايه دلوقتي كل ده فرز تاني ابو شهد صح؟ لا ده كده فرز تاني. ده فرز تاني والاولاني بس. اول واحد وده بس فرز تاني، انما دول فرز اول الاثنين اللي هو بيكو. تمام ما شاء الله حلو قوي. فرز اول ده فرز اول. اربع شوالب 1750 جنيه احنا كده ببلاش. والله ما شاء الله ومناسب جدا الاماكن الصغيره. ده تحفه حلو قوي. ولو بتجهزي شقتك في المصيف برده الحاجات دي بتبقى مناسبه جدا. في اشعارات بتاع الفرن بتاع الشوايه. تمام ما شاء الله. تمام هنشوف ايه تاني. في مسطحات في بقى. البوتاجازات المسطحه موجوده معانا ب 350. تمام. والعين السخان برده موجوده معانا 250. اي خلاط 275. تمام ما شاء الله. كاتل زجاج والكاتل معانا برده هو البايركس ده. ومعانا الكاتل الفلامينجو. البايركس 190 والفلامينجو ده اللي هو الفلامينجو ده. لا ده اللي هو كبير شويه عن ده. ده اللي هو رتل 8 يعني. ده رتل ونص وده رتل 8. تمام. لا من 90 ولا 75. 75 الصغير والمقاس الاكبر 90 ما شاء الله حلو قوي. ثلاث سلاح. حلو قوي. كام؟ 300 جنيه بس. 300 يا جماعه مكتوب عليها اهو 375 ما شاء الله. عايز اقول لكم شغل عظمه. طب والمروحه دي يا ابو شهد؟ المروحه 300 جنيه اخر قطعه. 300 دي اخر قطعه. عندنا كمان اللي هو بتاع تمام. بصوا مفرمة لحمة باناسونيك دي حلوة قوي 1400. 1100 جنيه. 1100 ما شاء الله حلوة جدا. الدفاية الدفاية كوميكال بقى دي ما شاء الله تحفة. اربع شمع متحمل هنقول ب 270 بس. 270 ما شاء الله دي حلوة قوي. دي 2000 واط يا جماعة. طبعا عندنا كمان بتاعت الناموس 300. دي 300 ما شاء الله حلو جدا. والمكوة طبعا معانا اهي المكوة البخار 270. 270 والسماعة 150 ما شاء الله. طبعا مكتوب عليها 170 بس ابو شهد مدلعنا النهارده. ابو شهد الشاشات دي بقى الشاشات دي عشان انا شفت تعليق عندك حد بيقول ان هي مش اصليه. لا انا برضه بيني وبين اي حد ربنا ما بعرض حاجه ولا ببيع حاجه بقول لك دي ايه ودي ايه. فرز التاني بقول فرز ثاني والمستعمل بقول مستعمل. بالظبط ده هيتباع وده هيتباع الحمد لله مفيش حاجه بتقعد يعني. بس على حد دي استيراد ماليز تقفيل مصري بيرجع السعر بيبقى قليل عن التاني اللي هو السعر الكوري. نزل الشاشه 60 دي 32 2700 دي 3 دي 2700 32. دي صناعتها زي دي يا ابو شهد؟ ايوه سامسونج عشان الكرتونه مختلفه. دي 43 بوصه. دي 43 بوصه يا جماعه ودي 32 بوصه. دي اتش دي ودي اتش دي كل حاجه ما شاء الله. تمام تمام. دي في الشركه النهارده عامله 6950. انا ما اطلعها ب 4800 تبقى ايه؟ يا بلاش سمارت يبقى يا بلاش. والله ما شاء الله. وسامسونج يا جماعه سامسونج لو معاكي تليفون سامسونج هي بتوصل بيه على طول. ببيع حاجه لمؤاخذه السريال بالظبط كده. تمام. والثانيه نفس الحكايه. كل التفاصيل اللي هنا موجوده هنا 60 بوصه اهي وفي بالظبط منها 60. خليها وانا هجيبها خليها وانا هجيبها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله الله اكبر. بصوا ما شاء الله ال جي 60 بوصه اتش دي و 4K ما شاء الله. انا بقى هثبت لك ان السعر دلوقتي النهارده معدي 18 وشويه. ثواني كده. شاشه ال جي سمارت 60 بوصه 18 749 ب 7500 جنيه. 7000
ده اقل من النص يعني. ده انت ضربت كل حاجه 75% بس 75 ما شاء الله وجديدة. ما شاء الله عظمه عظمه. وضمان سنه استبدال مجانا ما عدا الكسر. ما عدا الكسر طبعا ده من شركته كمان ما عدا الكسر على فكره. ما شاء الله تحفه حلو قوي. وال جي يا جماعه ما شاء الله حلو جدا ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. ايش تكلمنا على الخاص على طول على الواتس. تمام وانا ان شاء الله هظبط. تسلم يا ابو شاهد. طيب المكنسه ال جي بقى بكام؟ 1350. والمجموعه بتاع البراون ده عامل 1200. والفرن الكهرباء الكوميكال ده 650. ده تحفه يا جماعه. ده كام لتر؟ 36. تمام. والمور الفود بروسيسور ده فين؟ اقول 1300. 1300 حلو قوي. تمام بسم الله ما شاء الله. والسخان بقى ستار واي ده سخان كهرباء. مواسير داخليه ستانلس حاجه محترمه قوي تبع شركه وات ويل الياباني. ده عامل 1300. ما شاء الله ما شاء الله بجد الشغل النهارده عظمه حلو جدا جدا. تمام بصوا بقى عندنا السلالم اللي هي بالمقاسات مش عارفه 5 درجات و7 درجات ولا اسمها ايه؟ الله ده حلو قوي ده. بصوا بقى ما شاء الله حلو قوي. خليه مقفول يا ابو شهر. بصوا انا عايز اقول لكم الدرجه بتاعته كبيره مرتاحه. في اللي هو العادي موجود العادي وموجود ده. تمام ده ب 400 جنيه. ده مكتوب عليه 450. ابو شهر طبعا خلاه لنا 400 ما شاء الله تحفه حلو قوي. في معانا بقى السلالم الثانيه اللي احنا عارفينها اهي. دي العاديه. ده 250 جنيه. ده كده 250. ده كام درجه؟ ده كبير شويه. 2 4 5. ده 5 درجات ب 250. والسبع درجات ده كبير ب 300. ده كده 300 ما شاء الله حلو برضه. وسلم سلم على فكره. ما شاء الله حلو قوي. ده منشر بقى يا ابو شهد. 250 جنيه. المنشر ده يا جماعه 250. بصوا يا ابو شهد النهارده مدلعنا بصراحه حلو قوي. المنشر ده جميل يا جماعه. جميل جميل. ده عندي والله خدت واحد في الشقه. حلو قوي بينجز جدا يعني. ومعايا الشبكه بتاعته برده هنا اهي ما شاء الله حلو قوي. كام ده بقى يا باشا؟ 275 بس. 275 ما شاء الله حلو قوي. تمام. ده ترابيزه مكوى بالمنشر حاجه الله اكبر يعني حاجه محمله. يعني ايه ترابيزه مكوى بالمنشر؟ فيها منشر. جديده بالنسبه لي بصراحه. تمام. ترابيزه مكوى يا جماعه بالمنشر طبعا معاها الجزء اللي بتحط فيه المكوى. بصوا بجد حلو قوي عظمه يا جماعه ما شاء الله. وحجمها كبير ومعاها مكان طبعا تحطي فيها تحطي عليه المكوى. دي الصغيره في الكبيره موجوده بره بره. كل دي صغيره؟ ما شاء الله. طب بكام دي يا ابو شهد؟ دي 290. دي يا جماعه 290 والكبيره بتاعتها ب 350 ما شاء الله. بصوا بقى دي الكبيره بتاعتها ما شاء الله. بصوا عامله ازاي؟ كبيره جدا كبيره قوي قوي يعني. ده احنا نكوى عليها ايه؟ ملايات دي بقى دي تاخد حاجات كتير قوي. ما شاء الله. تمام. دي اللي قلنا عليها ب 300 صح؟ 300 جنيه يا باشا. 300 ما شاء الله حلو قوي. في كمان بقى يا ابو شهد الفرن البلت ان ده معانا. ما شاء الله. دي ريست. ايه؟ دي اندست. اندست؟ اندست ايطالي. اندست ايطالي. تمام. ده 60 سم العرض. 60 سم. 66 لتر. 66. استنى بقى نجيب دي شويه كده عشان يعملوها سكرين شوت ويقروها براحتهم. تمام. وهنا برده اهو. كل التفاصيل اللي انتوا محتاجين تعرفوها مكتوبه. طال الصنع ان شاء الله. بصوا مروحه داخليه اهو. مروحه تقلب كبيره. تمام. والشوايه بتاعته فوق اهي. ما شاء الله حلو. الكتالوج بتاعه. الكتالوج بالظبط كده. بصوا الصاج بتاعه. الصاج بتاعه حلو قوي تقيل ما شاء الله. الشبكه كمان. بصوا الصاج بتاعه تقيل يا جماعه. حط بقى ال بص الشبكه ده ستانلس. ستانلس ما شاء الله حاجه محترمه حاجه عظمه. انا عايزه احط بس عشان يبقى باين. بصوا بجد فرن عظمه. فرن يعني الناس اللي عايزين يجددوا نفسهم يعملوا حاجه زي كده احنا معانا النهارده متاح كل حاجه. الفيشه بتاعت كهرباء اوتوماتيك. ما شاء الله ما شاء الله حلو قوي قوي ده يا ابو شهد ما شاء الله. ده بكام بقى؟ ده عامل 6200 نازل عليه عرض عشان فرز ثاني. 3900. ما شاء الله. كهرباء. كهرباء ايوه. كهرباء بس عشان بنعرف هو طبيعي. عشان بنسال على الراجل. عظمه يا جماعه قوي قوي. ده العيب اللي فيه. ده العيب اللي فيه الخطه اللي في الجنب. بس هو الحرف اللي فوق. الحرف اللي فوق اللي هو برده مش داخل في التصنيع بتاعه. الله اكبر ما شاء الله. وكملوا معانا الفيديو النهارده مميز جدا. في كمان الفرن ده معانا عايزه اقول لكم ده جديد بقى. الله بسم الله ما شاء الله. بصوا. شوالات اتنين دول. بصوا هنا اهو شغال من الجناب. وفوق شغال شوايه صح كده؟ حلو قوي. اتنين دور ايوه. اللي هو بالحافظه موجود برضه. بصوا بسم الله ما شاء الله ده تحفه حلو قوي. ده في منه الشكل ده اللي هو اللون ده واللون ده. يعني النار الله الله اكبر بسم الله ما شاء الله.
اللي نفسها تحجز بقى واللي عايزه تبدا مشروع سعر المصنع ويجد احنا بنبيع بسعر الفرن على طول، يعني اي حد عايز ياكل عيش يكلمنا احنا بننزله بالظبط كده. اللي عايز تبدا مشروع الفرن موجود، وعلى فكره ده المقاس الكبير صح يا ابو شهر؟ اه لكن الدور ماسك تمام. وعندنا توصيل ان شاء الله كمان طبعا، عندنا الشحن يا جماعه. طول ما الفيديو شغال بسيب لكم الارقام اسفل الشاشه للتواصل مع ابو شهد على طول. بكام ده بقى يا ابو شهد؟ ده ان شاء الله في العرض ها بعمل 1850 ونص. طبعا هو بيطلع الدخان ده عشان ده اول استعمال زي اي حاجه احنا عارفينها يعني بالظبط كده. تمام 1850 بعد 2000 ونص. طبعا يا جماعه الارقام طول ما الفيديو شغال اسفل الشاشه للتواصل مع ابو شهد على طول. لسه معانا شغل كتير، كملوا معايا الفيديو للاخر. الافران اللي هي اللي حافظه اسكندريه تحت حافظه فوق فرن عادي، تحت حافظه وفوق فرن عادي تمام. المحابس المحبس يمين ومحبس شمال تمام. افتح لي برضه عينه منها هنا وعينه ايه هم متابعين. ده شكل ده لون وده لون لون وخامه بس ما شاء الله. بصي بني وجنزيري وبني وبيج بقى عشان بقى نوصل رمضان داخل نصلي. ايوه وانت طيب رمضان بقى وحلاوه تاكل عيش تاكل بسكوت العيد. لا يعني دخل علينا شغل عظمه يعني. بص ما شاء الله الله اكبر على الخط زي ما انت قبل كده برضه ما شاء الله. البلاطه محمله ما شاء الله تمام. 400 يعني اللي هو المتر تمام ما شاء الله. 20 ده كمان مش متر، ده متر متر و20 ده متر و20 اللي احنا شفناه ده، وده المتر وده متر برضو صح؟ تمام. ده متر و20 اللي تحت وفوق متر. هو في كل الاحوال اللي فوق فرن واللي تحت حافظه. في كل الاحوال في الاربعه اللي قدامنا دول اللي فوق فرن واللي تحت حافظه. المتر بكام والمتر و20 بكام؟ ال 120 عامل 1700 1700 ال 120 وال 100 منه 100 جنيه 1600 1600 ما شاء الله حلو قوي تمام. واحنا شفنا الفرن ده شغال، وده شكل تاني منه برده لون تاني. وده ايه بقى؟ الفرن ده الخبيث من فوق بقى والشكل ده اللي خمسه شعله بوتاجاز من فوق وفرن من تحت حاجات العموله. بصوا بقى ده كده ايه؟ بوتاجاز عموله وش الثلث من فوق وش الثلث خمسه شعله زي ما احنا شايفين. والفرن كمان بيشتغل معاه في نفس الوقت معاك الفرن يعني زي بوتاجاز عادي بس ده عموله بقى وبالفرن بتاع الخبز بتاعنا. الله اكبر بس ما شاء الله. بصوا ده حلو قوي جميل 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 حلو قوي. يعني ده انت لو عايزه تبداي مشروع معاكي بوتاجازك ومعاكي فرنك. عايزه فرن اتنين في بعض اهو برضو ايه مش عارف. ده مقاس متر وده مقاس 80 ده مقاس متر وده مقاس 80 80 بكام والمتر بكام؟ ده عامل 1000 الله يصل عليك 2450 2450 المتر 2450 80 2400 ما شاء الله تمام حلو قوي. عندنا كمان المقاس الصغير ده حلو قوي بسم الله ما شاء الله. بصوا عندنا احجام كتير جدا. انا حاولت الم لكم الفيديو ده كله كده في البوتاجازات والفران علشان نبقى لمينا الدنيا والرفايع اللي موجوده. لسه هصور لكم كمان فيديو تاني بالثلاجات والديب فريزر والكولر وايه كمان. عايزه اقول لكم بجد المكان فيه شغل عظمه يا جماعه والله. الفيديو النهارده كان مميز قوي وانا على نفسي اتبسطت بيه. وما ننساش ان احنا عندنا شحن القاهره الكبرى والمحافظات والحاجات دي كلها عليها ضمان سنه. في ضمان من الشركه وفي ضمان من المعرض هنا. انا مبسوطه جدا ان انا كنت معاكم النهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم واشوفكم على فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.